الحمد لله، السلام عليكم. سأعطيكم كنز وهو دعاء. هذا الدعاء يستجاب إن شاء الله بسرعة إليك. هذا الدعاء قله مرتين قبل الصلاة ومرتين بعد الصلاة في هذه الأيام، يستجاب بالسرعة بإذن الله. يستجاب بالسرعة، هذا الدعاء استجابة ستكون بالسرعة، خصوصا إذا كان لك مشكل، إذا كان عندك مشكل مالي، مشكل مادي، مشكل في العمل، مشكل أي مشكل كان عندك، فسيكون تدخل بسرعة بإذن الله. دعاءك التالي: أتوسل إليك وأنا عبدك أن تفك عقدي وتفرج كربتي في هذه اللحظة بقولك كن فيكون. أعيد: أتوسل إليك وأنا عبدك أن تفك عقدي وتفرج كربتي في هذه اللحظة بقولك كن فيكون. هذا يستجيب بالسرعة بإذن الله. تقوله مرة قبل كل صلاة ومرة بعد كل صلاة، يفرج الله همك ويقضي الشيء الذي تريده. وإذا كان عليك عقد من السحر أو العين تفك إن شاء الله في هذه الأيام، كثير منها. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.